السيدة كريستين بطرس مديرة العلاقات العامة بمركز نبع الحياة. احنا تعرف نحن وياك صباح الخير صباح على نور. مركز نبع الحياة اللي يعنى طبعا بالأطفال المشردين واحتياجاتهم الخاصة. خلينا نعرف أول شيء على المركز، برجع بنشوف الكليب طبعا اللي هو متخصص لكم. نعم، أول شيء مركز نبع الحياة تأسس سنة 2006 يحتضن ويعلم ويرشد ويكون في متابعة اجتماعية لكتير أطفال هن موجودين خارج المدرسة. فهن اساسا منهم اطفال مشردين، بس اذا نحن ما اهتمينا فيهم وما احتضنناهم رح يكونوا بالتالي هن بالشارع ورح يتشردوا. صحيح. فهدف مركز نبع الحياه انه يحتضن هالاطفال ويعطيهم التعليم الاساسي من عمر 5-6 سنين لعمر 13 سنه، ومن بعد هذا العمر يتوجهوا على معاهد خاصه ليكتسبوا مهنه. طبعا نحن رح نعرف اكثر بشو حضركم متخصصين وبشو بتعتنوا بهالكمية كبيرة من الأطفال، بس خلينا نشوف هالتي في كليب عن جمعيتكم. أوكي. بيحلموا بالدرس، بالأكل الطيب، باللعب وبالأمان. بس بالشارع حلمهم بيضيع. مركز Spring of Life بيقدم مكان آمن لكل طفل حتى يتعلم يتغذى ويحصل على الرعاية اللازمة، لأنه إذا اهتمينا اليوم بيربحوا بكرة. Spring of Life، مركز لرعاية الطفولة، $20 بالشهر بتعطوا لأحلامهم سقف بيحميهم. طبعا رح نشرح بعد شوي شو هي ب $20 بالشهر، لانه فينا نتبنى الطفل كمان ونساعده ونكون عم نقدم له العنايه اللازمه. بس برايك الاطفال اللي عم نشوفهم على الطرقات هلا، اللي من المستحيل انه يبطلوا على الطريق، كان لازم فينا نلحقهم لو قدرنا نوصل للنبع للاساسي؟ نحن هون عم نحكي عن شريحه من الاطفال يلي نحن ما فينا نعمل شيء تجاههم، لانه هول الاطفال في اشخاص عم بيشغلوهم على الطرقات وبنلتقى فيهم، بعتقد هول اللي عم تعني عنهم جوزيف. نعم. هيك فمركزنا بالحياة ما في يتصرف تجاه الأطفال، لأنه الأطفال يلي بيجوا على Spring of Life تحديدا هن الأطفال يلي أهليهم بدهم أنه هالأطفال يكونوا عنا. اللي بدهم يعني هون. نعم. في موافقة الأهل. نعم. في عدم قدرة مادية، قدرة مادية أو قدرة حالة مادية اجتماعية، حالة اجتماعية صعبة في الأهل. بس بتصور أنه الأطفال على الطريق هن كانوا هونيك وصاروا هون، يعني كان لو القبل كان يعني كان الأهل ودون لعندكم كان مش الحال، يعني صاروا لأنه ما مرقوا من عندكم، يعني هيدي هي. ممكن مش لأنه ما مرقوا من عندنا، ممكن لأنه الأهل منهم مستعدين، يمكن الأهل. صح. عم يستفيدوا من بعض الأطفال يعني. مزبوط. عم بيشغلون، وهون نحن مثل ما بيقولوا لا في اليد حيلة. صح. لأنه الدولة بدها تتصرف تجاه الأطفال. عندما بحب شدد انه اطفال Spring of Life هن اطفال موجودين بمنطقه النبع وبرج حمود، ومثل ما بنعرف منطقه النبع منطقه عندها احتياج معين، معروف انه منطقه فيها شريحه من الناس يلي عندهم احتياج اقتصادي كثير كبير. صحيح. والى جانب الاحتياج الاقتصادي في اهالي هن منهم معلمين اساسا، وبعض الاحيان ما في وعي عن اهميه العلم، او يمكن ظروف الحياه وصلت انه هالاطفال يكونوا برات المدرسة. فهن تحديدا هالأطفال يعني بهالمنطقة كمان أكيد إلى جانب نسبة التهجير يلي فائق يعني صارت فائقة جدا بمنطقة النبع. نعم. طيب خبرينا شوي عن نبع الحياة، مركزكم مشو مؤلف إداريين أخصائيين، يعني الوقت نروح لعندكم شو رح منشوف، مين رح يلاقينا؟ أول شيء بنتمنى جوزيف تزورنا بSpring of Life. أكيد. ونحن هيدي دعوة لإلك وللفيوتشر تي في يجوا يزورونا. وهون بدي استخدم الفرصه اقول انه ثانك يو للفيوتشر تي في، لانه عم بمرقوا هالفيديو يلي شفناه قبل شوي على شاشتكم بشكل متواصل حتى يوصلوا رساله Spring of Life. نعم. للمجتمع اللبناني. شو بنشوف بSpring of Life؟ Spring of Life هو موجود باللايف سنتر، هو الادريس لايف سنتر ببرج حمود. بSpring of Life عندنا صفوف مقسمين بحسب الكفاءه العلميه اللي عنده اياها الطفل. بيتقسموا على هالاطفال على الصفوف وبياخذوا التعليم البديل. هون بنعني في التعليم البديل اي التعليم المفروض الولد يحصل عليه، انما هو منه موجود بالمدرسه، فهذا البديل تبعهم هو Spring of Life. اوكي. رغم انه نحن بنستعمل كتب المنهج اللبناني، يعني كتب الصف الابتدائي، فكل الاطفال بياخذوا انجلش، عربيك، ماث، ساينس، كمبيوتر، الى جانب اكيد النشاطات الترفيهيه والمتابعه الاجتماعيه لهالاطفال وعائلاتهم. أكيد من دون ما ننسى الوجبة الغذائية اللي هي كتير أساسية لهالأطفال، لأنه مثل ما بنعرف أنه كتير من العائلات بيفتقدوا أنهم يكونوا قادرين يأمنوا لأطفالهم وجبة
كاملة متكاملة. في أعمار معينة لازم ولا لا؟ يعني بين الخمسة والستة المينيموم، هيدا إذا فيني أقول لحد 13 سنة. إنما سبرينغ أوف لايف ما بيتخلى عن أطفال، عن هالأطفال من بعد عمر 13، لأنه في متابعة لإلهم حتى يرجع يفوتوا على معاهد خاصة. نعم. وهون بنسمي هذا البرنامج السؤال بلس، يعني سبرينغ أوف لايف بلس. لأنه إذا ما تابعنا مع هالأطفال مثل ما بيقولوا رح يروح شغلنا على الفاضي، لأنه رح يرجعوا ما عندهم مهنة يشتغلوها، رح يرجعوا على الطريق. فمنتابع معهم، منساعدهم انه يفوتوا على معاهد، ومنتعاون مع كثير معاهد موجوده بالمنطقه، ومنساعدهم ماديا كمان حتى يقدروا يسددوا الاقساط. طيب انتم هالماديات او اللي عم تتكلفوا على كل ولد، يعني طبيعي. بين اخصائيين واساتذه ومركز ووجبات غذائيه وحتى متابعه ما بعد 13 سنه. نعم. هون كيف عم بتصير؟ تمويلكم من وين؟ من خلال برنامج التبني. نعم. يلي نذكر باخر الفيديو. نعم. لانه مثل ما بيقولوا نحن مجتمع كامل متكامل، يعني ما فينا نقول انه نحن لوحدنا بنشتغل وغيرنا ما خصوا بهذا الموضوع، لانه بالنهايه نحن عم نشتغل للمجتمع يلي عايشين فيه، يلي كلنا المفروض يكون لنا دور بهذا المجتمع. فهون بناشد كل شخص انه يتبنى تعليم طفل بسبرينغ اوف لايف ب1000 ليره بنهار. نعم. بعتقد منها صعبه، بعتقد كل شخص فيه يتبنى تعليم طفل ب1000 ليره بنهار، يلي بتعمل اخر الشهر 30,000 $20. نعم. وهيك بنكون عم نكون شركاء بهذا العمل الاجتماعي، وعم نعطي تشانس لاطفال كثير انه تتغير حياتهم، لانه هول الاطفال اذا ما اجوا على سبرينغ اوف لايف مصيرهم رح يكون المجهول، انما من بعد ما يجوا على سبرينغ اوف لايف رح يكون عندهم امل جديد بمستقبل افضل، بمهنه يكتسبوها، يصيروا يشتغلوا، يامنوا قوتهم ويشتغلوا كرمال مستقبلهم. كم ولد بتستوعبوا او بتقدروا يعني يكون عندكم بالمركز؟ نحن بالمركز عندنا برنامجين، برنامج صباحي وبرنامج مسائي. No. البرنامج المسائي هو شوي مختلف عن برنامج صباحي، لانه هو بيتعاطى مع اطفال بيروحوا على مدارس اعتياديه، انما ما في حدا بالبيت يقدر يساعدهم يتمموا فروضهم. نعم. وهذا البرنامج كثير مهم، لانه هو برنامج وقائي حتى نساعد هالاطفال يكفوا بالمدرسه ويضلوا، لانه اذا تركوا، لانه اذا ما في وعي عند الاهل، صحيح. هذا الطفل رح يكون بالشارع، وبالتالي مضطرين نصير نفوته ببرنامج قبل الظهر. فبنشتغل بارلل بين البرنامج العلاجي اللي هو صباحا، والبرنامج الوقائي اللي هو بعد الظهر، من خلال المساعده المدرسيه لهالاطفال. نعم. من خلال هالبرنامجين عندنا حاليا تقريبا 130 طفل، رغم انه الطلب هو اكثر بكثير، انما الوضع الاقتصادي كمان كمبنى ممكن نستوعب اكثر، انما ماديا حاليا بالوضع الحالي ما بنقدر نستوعب الا اذا عاد عدد الاشخاص يلي حاطين ايدهم معنا ومتبنيين اطفال. نعم. طيب انت عم تقولي انه بتساعدون لانهم يدرسوا، لانه بس قبل الظهر بكون عم بروحوا على مدارس ثانيه، يعني هون عم نحكي عن الشريحه الثانيه يلي هو تبع بعد الظهر الوقائي، يعني. نعم. عم تحكي البرنامج. نعم. الوقائي، وفي البرنامج اللي هو الاساسي اللي هو بيدرسوا عندكم كمدرسه، ولكن بمراحل بتشبه مراحل المدرسه ولا بتشبه مراحل المدرسه. نعم. انما ما فينا نعطي شهاده للاطفال. نعم. اساسا هول الاطفال ما كانوا بيكونوا موجودين عندنا لو في مدرسه عم تستقبلهم. نعم. هن موجودين خارج المدرسه، كل ولد عنده سبب معين، انما يلي بيجمعهم انه هول موجودين من دون رعايه واهتمام. نعم. خلال النهار. طب بتهتموا باطفال عندهم تاخر معين مثلا كمان؟ يعني بتستقبلوا هيك اطفال تاخر ممكن دماغي او تاخر او اعاقه جسديه او اي حاله من هالنوع؟ هلا اوقات بيكون في اكسبشنز، لانه. نعم. نحن اساسا مش هدفنا، مش مركز تيهتم بالاطفال يلي عندهم اعاقه معينه او تاخر معين. نعم. هلا بعض الاوقات في اكسبشنز بناخذها، بس. نعم. اوقات بنحس اذا كان الموضوع اكثر من الطاقات يلي موجوده عندنا ممكن نساعدهم نوجههم على مراكز معينه. يعني كل ما يوصلوا ل 13 سنه ويتخرجوا بصير عندكم مكان لاطفال غيرهم لانه ينضموا لكم سنويا. نعم. وبعض الاوقات كمان في اطفال بيتركونا ممكن يهاجروا، بصير. نعم. في فراغ مستقبل اطفال. بيستقبلوا اطفال. عندكم نشاطات كثير واحتفالات ومخيم صيفي، هيك تحكي لنا شو عنها كمان، هودي بيساعدوكم لانه يكون في وضع ترفيهي او جو ترفيهي، وبنفس الوقت كمان ممكن يكون في مردود مادي من وراهم للنشاطات. هلا النشاطات اللي بنعملها للاطفال مش الهدف هو المردود المادي، هو. نعم. الهدف انه نخلي هالاطفال يعيشوا طفولتهم مثل ما لازم، لانه هو مش بس حتى نعلمهم ويتغدوا عنا، لانه. نعم. الهدف انه هالاطفال يعيشوا الطفوله المفروض يعيشوها بعمر النمو. نعم. فنحن خلال الشتويه بيكون عندنا سنه دراسيه كامله مثل المدرسه 9 شهور، انما بالصيفيه ما بدنا هالاطفال يروحوا ما بعرف لوين ويضيعوا كل شيء تعلموه معنا خلال الشتويه. كرمال هيك بنحاول قد ما فينا نكثف النشاطات الصيفيه تنضلنا عم نستقبل هالاطفال ونضلنا نكون عم نشتغل عليهم اجتماعيا اذا فيني اقول وفكريا. نعم.
بنعمل نشاطات حتى كمان الاطفال يطلعوا من منطقه النبع، يعني بناخذهم على مخيم بمنطقه جبليه، لانه مثل ما بنعرفوا الاطفال ما يعني مش ظاهرين برات النبع. نعم. فبناخذهم على منطقه جبليه تيكتشفوا الطبيعه، تيعيشوا الطفوله مثل ما لازم يعيشوها، اكيد الى برنامج منوع كثير حتى هالاطفال يكونوا عم يستمتعوا بمثلهم مثل حياه لطفل ثاني، كمان نعم. هيدي النشاطات كلها مجانيه، الى جانب المخيم نعمل كيرمس خلال الصيفيه، وهذا الشيء مش بس لاطفال سبرينغ اوف لايف، بتكون مفتوحه لكل اطفال النبعه حتى نعم. الكل يجوا يستمتعوا، الاطفال وعائلاتهم يعني ايضا. يعني لازم يكون العائله اللي بتتواصل معكم ساكنه بالنبعه بس للتوضيح يعني. مش بالضروره بس لا. لانه اصلا المنطقه فيها احتياج كثير كبير، وبتعرف العالم بخبروا بعضهم ونحن قراب عليهم يجوا ماشي لعنا، فاوريدي اكتمل العدد عندنا من النبعه، هذا الشيء ما بيعني بناخذ اطفال من غير مطرح، انما حاليا ما عندنا وسيله تنقل ترانسبورتيشن تنحنا نامن على الاطفال. لازم تامنوها واكيد صعبه يعني بدها تكون، انا بتمنى لكم التوفيق يعني الله يقدركم ويقويكم ويعطيكم على قدنا وياكم. بدي بس اذكر شغله بالاخر، هل هن متطوعين الاخصائيين الاساتذه والاداريين ولا في عندنا هيك وهيك؟ عندنا قسم متطوع نعم. انما مش بشكل كامل بدوام كامل، انما الاشخاص يلي هن بتعرف هالاطفال بده يجوا بشكل يومي من الاثنين للجمعه مثل المدرسه دوام كامل، فطبيعي في اشخاص متفرغين ما بيشتغلوا شيء ثاني غير انه سبرينغ اوف لايف. بالتوفيق لك كريستين بطرس مديره العلاقات العامه بمركز نبع الحياه، الله يقويكم. ثانك يو جوزيف. ثانك يو لك. لكل المشاهدين احنا وياكم مكملين عالم الصباح، ذكرت اليوم الصبح بسؤالي هل انتم مع عمليات التجميل او ضدها، اكثر منكم جاوبوني ضد العمليات التجميل، ضد انه نغير باراده ربنا، قليل كانوا مع العمليات، وطبعا الاكثريه كانوا مع انه اذا في حاجه مرضيه او حاجه بداعي حادث او مرض اكيد هن مع. طبعا اختلفت الاراء، وثانكيو على تواصلكم معي عبر صفحه الفيسبوك، ودائما نحن نتواصل معكم من خلال الفيسبوك، الايميل، تويتر، ومن خلال الواتساب 03010533. اي اقتراح، اي سؤال، او اي موضوع بتحبوا تطرحوه نحن بصدد انه نستقبله طبعا ونطرحه على اخصائيين ونعطيكم الاجوبه خلال برنامج عالم الصباح. لكن المشاهدين خليكم معنا، بريك قصير وبعدها بنعود للمتابعه نحن وياكم مع الشيف فريد ورشه ملح.